بدكم، حتى بالاكل بدكم تتحدوا بعض. بس لا حبيبتي انا ما بقدر، ثانكيو كثير. عندي عشاء انا ورفيقتي دكتور نجود برا. طب وين المشكله؟ كلمي لي دلوقتي وانا لا يعني انت قلت كل شغله هي انا عم بطلبها. يلا احكي معها. الو مساء الخير دكتوره نجود. انا شيرين من مصر بس شغاله في قسم الحسابات مع سهام جارتك. انا بعزم حضرتك النهارده انت وسهام عندي على العشاء، وبعد اذنك مش هقبل اي عذر.